اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. الممثل البران دويماز يقوم بإلغاء متابعة شريكته في مسلسل لا يمكن الوثوق بالرجال ميليسا أصلي باموك من تطبيق الإنستغرام بسبب توتر في موقع التصوير، ووضح البران ما حصل وكتب: في البداية مرحبا جميعا، أكتب هذا البيان لتوضيح مسألة التوتر التي حصلت في موقع التصوير يوم الأحد الماضي، بينما كنا نحاول أنا وطاقم العمل أن نفهم سبب تأخر ميليسا في القدوم لتصوير المشاهد في ذلك اليوم كثافة في جدول أعمالنا. سألتها عن سبب تأخرها، قلت لها: ماذا حدث يا ميليسا؟ لماذا تأخرتي؟ وبعد ردها الغير مبالي وتصرفها الوقح غضبت منها وبدأت بترك مسافة بيننا. ميليسا التي شعرت بالإحراج أمام طاقم العمل بعد مرور حوالي 20 دقيقة أتت إلى جانبي بغضب شديد وبدأت بالجدال. في نهاية الجدال ميليسا قامت بشتمي وغادرت موقع التصوير. أنا حاولت الدفاع عن حقوقي وأستمر في ذلك. الناس يتواجدون في مكان عملهم في الساعة التي ينبغي عليهم التواجد بها، وفي حال حدوث شيء معاكس يقدمون التوضيح اللازم. لم أستطيع استيعاب حقيقة أن الفريق بأكمله كان جاهزا وينتظر ميليسا، والموقف الوقح لميليسا وهي تبتسم وكأن شيئا لم يحدث. كان بإمكاني عدم تقديم أي توضيح، لكنني أردت أن أجيب على الأخبار الكاذبة والغير صحيحة التي تم تداولها حول هذا الموضوع.